معدات وآليات عسكرية بأنواعها المختلفة انتشرت في منطقة كرمان وسط إيران استعدادا لمناورات عسكرية ستبدأ السبت لمدة ثلاثة أيام حيث تنطلق قوات الحرس الثوري بتنفيذ مناورات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم الثامنة القوات المشاركة انتشرت في المنطقة المحددة بمساحة 600 كيلومتر مربع وتتدرب على التحكم بطرق الاستطلاع والرصد المناورات ترمي لاختبار التكتيكات الدفاعيه والتجهيزات الجديده لدى القوات البريه وتقييم جهوزيه الوحدات المدربه ومدى نجاحها على تطبيق الاستراتيجيات على الارض انتشرت قوات الحرس الثوري البرية بأنواعها على منطقة بمساحة 600 كيلومتر، وتقوم هذه القوات حالياً بالتدرب على التكتيكات والتقنيات الجديدة للقوات البرية في الحرس الثوري لكي تتمكن من تنفيذها خلال المناورات. كما تشهد اختبارات لأنظمة الحرب الإلكترونية والاتصالات بين الوحدات العسكرية دون تمكن العدو من اكتشافها أو متابعتها. بوده ان التواصل سوف يكون واسعا وبطرق مختلفه بين الوحدات دون ان يتمكن العدو المفترض من اكتشاف اي من اماكنها او يعثر عليها نحن نقوم برصد المنطقه ولن نسمح بان يقوم العدو المفترض بالتشويش على وحداتنا حاليا طائرات استطلاعنا تراقب كل منطقه المناورات <applause> قائد قوات الحرس الثوري محمد علي جعفري وخلال تفقده القوات البحريه في الحرس الثوري الاسلامي قبيل انطلاق المناورات قال ان على الاعداء ان يعيدوا النظر في حساباتهم وان يتصرفوا وفقا للحقائق الموجوده بالقوه وبالفعل في الامكانيات الوطنيه للبلاد وطالب أعداء إيران بالتخلي عن أسلوب التهديد والترهيب في التعامل معها مؤكدا قدرة الردع الاستراتيجية لقدرات البلاد العسكرية جعفري أوضح أن إيران تشرف على المصادر الاستراتيجية للعالم وهدفها استقرار المنطقة خلافا للقوى الأجنبية القادمة من خارجها